عندنا في البيت خادمة غير مسلمة ولم نرى عليها أي شيء، فهي تؤدي واجباتها على أكمل وجه، وقد عرضنا عليها الإسلام فطلبت أخذ الكتب التي أعطيناها لتعرضها على زوجها ووالديها، وهي الآن تطلب العودة إلينا ثانية بعد إنهاء مدتها، مع العلم أنها لا تختلط بالأطفال ولا تقوم بتربية أحد منهم. فما رأي فضيلتكم في تصرفنا؟ هل نستعيدها إلينا وهي ترغب الإسلام، أم ما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الدعوة إلى الإسلام أمر واجب على كل مسلم بحسب ما يستطيع. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا كانت هذه الخادمة جادة في معرفة الإسلام ويترجح لديكم أنها ستدخل الإسلام وتفي بوعدها، فاستقدموها لعل الله أن ينقذها من الكفر بسببكم. أما إذا كانت مماطلة ومتلاعبة وتريد استدرار عطفكم من أجل أن تستقدموها مرة ثانية، فهذه لا خير فيها. استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين، لا سيما إدخالهم في بيوت المسلمين، خلطهم بعوائل المسلمين، هذا أمر لا يجوز. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم، وهم الكفار، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، إلى آخر الآيات. فالحاصل أن هذا يرجع إلى ما يترجح لديكم من حصول المطلوب، وأن هذه الخادمة يترجح لديكم أنها راغبة في الإسلام وأنها إنما تريد التأمل وإقناع زوجها بذلك، فهذا مكسب عظيم. إذا ترجح لديكم أنها ستسلم فاستقدموها، وإن لم يترجح لديكم ذلك فلا خير في استقدامها. نعم.